وانا الحقيقه هتوقف مع حضرتك يا محمد بيه عند الصوره المبهره بتاعت المحله تحديدا، مش بس عشان العدد ومش بس عشان الشكل ومش عشان المسيره الحضاريه السلميه الجميله اللي عملوها في حب البلد من مصانعهم ومكانهم الى صناديق الانتخابات وبالعكس، لكن انا هتوقف كمان واعتقد حضرتك هتشاركني هذا الاحساس، لانه لما شفت الصوره دي انا في كان اعتقد اليوم الثاني الانتخابات او الثالث، يعني مش لا اليوم الثالث الثالث اه، تداعت الى ذهني صور المحله في سنوات عجاف وتداعت الى مخيلتي وذاكرتي صور الاعتصامات والاضرابات وشويه شغب وشويه تعب وشويه مخالفات والوزير يروح ويصلوا على النبي يا رجاله، عارف حضرتك المشاهد السيئه. فعندما تتحول هذه المشاهد اللي كان كلها ضجر واعتصام واضراب وتوقف عن العمل ومشاكل الى هذه الصوره، لازم نحييهم جدا جدا جدا، ولازم نقول ان مصر اتغيرت بجد والمشهد العمالي كمان اتغير. يا فندم كلنا عارفين ان يمكن عمال الغزل والنسيج بصفه عامه وعمال المحله يمكن برضو هم الطبقه اللي تعتبر يعني من ناحيه الدخول ضعيفه طبعا، يعني خلينا نعترف طبعًا بكل طبعًا صراحه، لكن امام رايه مصر واسم مصر العمال دول بيبقوا فعلا زيهم زي مقاتلي القوات المسلحة، بيغيروا على اسم بلدهم بغض النظر عن احتياجهم. هذا الكلام ملوش أي وجود عندما يذكر اسم مصر أمام عمال مصر في هذه اللحظة. ويمكن الصورة اللي حضرتك بتقول هي اللي بتأكد كده، يعني كون إن هؤلاء يندفعوا هذا الاندفاع الجارف تمام اللي بيؤكد حبهم صحيح في البدايه لوطنهم ده مظبوط، واللي قيادتهم السياسيه ممثله في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقناعتهم الكامله ان مصر في هذه المرحله تحتاج هذه الصوره وتحتاج هذا القائد مظبوط لاكمال المسير. والصوره الحقيقه يا فندم كانت مبهره من ناحيه ومخرسه لكثير من الناس لله. لانه انا شفت اصلي بحب بقى شويه اطلع كده على بعض المواقع المشبوهه والمسمومه وكذا، لقيتهم حتى عاجزين على انهم يعملوا حاجه مع الصوره. يعني قال لك طب فوتوشوب، مش هنعرف نقول ان دي فوتوشوب. طيب قصده الحكومه حشدوه، هيقول لك هيحشد العدد الخرافي ده ازاي، ده انت محتاج هولاكو عشان يحشد العدد ده، حتى لو قلت للناس بالاجبار انزل هينزل عشرات مئات، لكن هذا العدد الجارف ده معناه يعني فطره تلقائيه ووطنيه خالصه.